من التنفيذيين المهندسة رقية حماد عربي فرغلي من محافظة أسوان، كانت بتشتغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وقدرت تحقق خلال عملها نسب تنفيذ عالية بكافة مشروعات الصرف الصحي، وكمان قدرت تحل كل الشكاوى والتحديات اللي واجهتها أثناء التنفيذ. جبريل فتيح عابد جبلي من محافظة جنوب سيناء، منسق حياة كريمة وأمين شباب حزب مستقبل وطن في المحافظة، وكمان خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، يستحق التكريم لمتابعته الدائمة لتنفيذ المشروعات داخل المبادرة. وهو معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية والمرافق ومنسق عام وحدة حياة كريمة في المحافظة، نتيجة تعاونه الكامل وإدارته لملف حياة كريمة بشكل احترافي. أستاذ عبد الوهاب جبر محمد الحضري من محافظة الغربية، هو منسق وحدة حياة كريمة في المحافظة وعضو المكتب الفني للسيد المحافظ، كمان هو من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أستاذ محمد عبد السلام حسن عبد النبي من محافظة الإسماعيلية، هو رئيس الوحدة المحلية لقرية السلام القنطرة شرق بالمحافظة، وبيتم تكريمه لمتابعته المستمرة لتوصيل مية الشرب لأهالينا في القرى الموجودة على حدود محافظة السويس وشمال سيناء ووسط القناة. أستاذ ريمون صفوت شفيق موسى من محافظة المنيا، موظف بديوان عام المحافظة وأحد أكفأ المشاركين في رفع الإحداثيات وتدقيق كشوفات مستحقي سكن كريم. المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي من محافظة المنيا، موظفة بإدارة التحول الرقمي بديوان عام المحافظ والمسؤولة عن إدارة نظم معلومات البوابة الإلكترونية الحياة كريمة في المنيا. دكتورة مهندسة نيفين النحاس حسان، باحثة بمكتب نائب المحافظ بالأسكندرية، واللي بتقوم بالتنسيق على مدار اليوم منذ بداية المبادرة مع ممثلي مؤسسة حياة كريمة في المحافظة. أستاذ مجدي رياض عبد الغفار أبو شونة، رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية، واللي ساهم بشكل كبير في عمل حصر دقيق لأراضي الدولة لاستخدامها في المشروعات والمتابعة على الأرض بتفاني. ومن المتطوعين الأستاذ أحمد إسماعيل أبو كريشة، عمدة قرية أولاد علي مركز المنشأة سابقاً في محافظة سوهاج، واللي كان من أكثر المتطوعين استماعاً لرغبات إخواته من المواطنين بشكل محترم وجاد، وكان بينسق ما بينهم وبين الجهات التنفيذية لرفع المقترحات وتلبية احتياجاتهم.
محمد سلامة من محافظة الفيوم، متطوعة في مؤسسة حياة كريمة وخريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي من أكثر المتطوعين المتعاونين بشكل هايل لرصد ومتابعة الحالات وتنفيذ التكليفات بدقة. ومن منسقي مؤسسة حياة كريمة الأستاذ محمد علي جبر من محافظة بني سويف، منسق مؤسسة حياة كريمة وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهو من أكثر المنسقين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع المشكلات اللي بتقابلهم بكل احترافية وبيحلوها بأقل الإمكانيات. ونظراً لوجوده في أحد مواقع التنفيذ في المحافظة، سيتسلمها عنه والدته السيدة ورد اليمن عبد العظيم عبد الرازق. سيد من محافظة الوادي الجديد، منسقة مؤسسة حياة كريمة وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واللي كانت من أكفأ الناس اللي تعاملت مع المشكلات اللي واجهتها أثناء المتابعة والتنفيذ بكل جدارة رغم تباعد المسافات الكبير في الوادي الجديد. أحمد علي خليل من محافظة سوهاج، منسق مؤسسة حياة كريمة وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، من أفضل الناس اللي أتمت شغلها بكفاءة وفاعلية رغم كثرة عدد القرى المستفيدة اللي كان بيتابعها. ونظراً لوجوده في أحد مواقع التنفيذ في المحافظة، سيتسلمها عنه رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة الأستاذ محمد طاهر. وأخيراً تكريم خاص لروح المرحوم محمد حسن، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة في الأليوبية، واللي كان من أكثر المتطوعين اجتهاداً وإخلاصاً، وواحد من اللي بيشتغلوا بتفاني وصمت. محمد حسن توفي بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء مشاركته بمبادرة رد الجميل التابعة لحياة كريمة بالأليوبية، والنهاردة بنحاول نرد له الجميل بتكريمه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتسلمها عنه أخوه أستاذ خالد حسن.